الآن على أرض محافظة القنيطرة في إحدى المقرات التي يتم فيها تجميع المساعدات لإخوتنا وأهالينا الذين تعرضوا لكارثة الزلزال. منذ الساعات الأولى تم وضع خطة استنفار كامل لمديريات محافظة القنيطرة، حيث تم إرسال آليات مع طواقمها لمساعدة العاملين في المحافظات المنكوبة. في يوم أمس تم إرسال عدد من السيارات المحملة بالمواد الغذائية والحرامات وغيرها من المواد العينية والمادية مقدمة من أبناء محافظة القنيطرة لإخوتهم المتضررين من كارثة الزلزال. هب شعبنا في القنيطرة من أول يوم ومن أول ساعة لمساعدة أهلنا المنكوبين في الشمال، في المحافظات، في حلب، في اللاذقية، في حماة، في إدلب. كل أهلنا في جولان وقفوا في جميع شرائحهم، العمال، الفلاحين، حزب البعث العربي الاشتراكي، المحافظة، المكتب التنفيذي، كاملا وقف إلى جانب أهلنا ليلا نهارا. لو اطلعت الآن وذهبت إلى الغرفة الأخرى تجدين غرفة ملأة بالاحتياجات الخاصة والعامة من بيوت أهلنا، من قوت يومهم، من عرق جبينهم، قاموا في التبرع لأهلنا، وهذا واجب علينا نحن. الحمد لله رب العالمين. احنا بمحافظة القنيطرة هبينا بمساعدة أهلنا باللاذقية وبحلب وبحماة، واحنا بإذن الله إيد وحدة في مساعدة أهلنا، ومستعدين نقدم أي شيء في سبيل أنهم في سبيل راحتهم هم وأولادهم. نحن جينا اليوم من بلدة حضار لنشارك أهلنا بمحافظة القنيطرة بالتبرعات والعينية والنقدية إلى أهلنا المنكوبين في المحافظات الشمالية، ونحن نتمنى الشفاء العاجل للمصابين والرحمة، كل الرحمة للشهداء، ونشكر كل من ساهم وكل من شارك إما من سوريا أو خارج سوريا، وكل هاي الدول اللي قامت بهاي المساعدات كل الشكر والتحية إلها، وهني معروفة هاي الدول كأنها عربية ولا أجنبية ولا دول صديقة، كل الشكر والتقدير. لذلك ساهم أبناء الجولان المقيمون في تجمع السلوقية بتقديم كل ما يستطيعون به للأهالي المتضررة من كارثة الزلزال، وهنا معنا أحد الأبناء المقيمين في تجمع السلوقية. ياسين محمد علي من أبناء الجولان، تجمع السلوقية في محافظة القنيطرة. نحن غصن من هذه الأمة السورية وحدودنا كلها واحدة ووجعنا واحد، ولبت النداء أهالينا بكل ما يستطيعون من تقديم مساعدات عينية ونقدية. هذه لحمة الشعب السوري وهذا وجعنا كلنا، وبإذن الله تعالى نحن إيد وحدة لحتى نرجع نوقف مع بعض، ومصابهم مصابنا، وإن شاء الله رب العالمين أزمة وتمر، وإن شاء الله بإذن الله تعالى سنعود أقوى من الأول بهمة أبنائنا وأولادنا وأطفالنا واللي ضرروا كلهم أطفالنا، وهذا مشيئة الله، وإن شاء الله إحنا يعني بإذن الله راح نقوم، وهي عقيدتنا إنه سوريا كلها واحدة من حدود الخابور للحسكة للجولان لليرموك، كلنا واحد بإذن الله، عائلتنا واحدة، وإحنا راح نقوم كلياتنا بمساعدة بعض بإذن الله تعالى. مشكورين، وهالإعلام السوري كان قوي جدا وأثبت لجميع إنه إحنا قادرين إنه نقوم بكل شيء بيدنا، وشكرا لكل من ساعدنا من داخل البلد ومن خارج البلد، ومشكورة سوريا الكبرى، مشكورة سوريا اللي قدرت إنها تضمت جراحة بإيدها. وما زال أهالينا في محافظة القنيطرة يتوافدون إلى المقر لتقديم كل ما يستطيعون به من مساعدات عينية ومادية لأهالينا في المحافظات السورية المنكوبة. كنت معكم من محافظة القنيطرة مي أبو دقة.